أغرب خمس رياضات حول العالم، بينها ضرب الكفوف. تعرف الكثير من البلدان المختلفة العديد من الرياضات الغريبة التي تختلف كثيراً في طريقة أدائها عن تلك الرياضات المعروفة مثل كرة القدم أو السلة أو الطائرة أو غيرها من الرياضات التي يتم تنظيم البطولات والمنافسات المختلفة فيها. لكن هل سمعت يوماً عن بطولة ضرب الكفوف؟ إنها بطولة احتضنتها مدينة كراسنويوسك الروسية مؤخراً، وتقوم على صفع الوجه بحيث يتناوب المشاركون على صفع بعضهم بعضاً حتى يهزم أحدهم. وعلى الرغم من أن قواعد بطولة الصفع للهواة غير واضحة حتى الآن إلى حد كبير، لكن يعتبر اللاعب مهزوماً إذا سقط أو ترنح من أول لطمة. وفي حال استمر اللاعبان واقفين بعد كل ثلاث لطمات، يعلن الحكم الفائز بناء على قوة الضربة. وبالإضافة إلى هذه الرياضة، هناك واحدة من أكثر الرياضات غرابة تنتشر في إنجلترا، تعرف باسم سباق السرير، وكانت مقتصرة فقط على الجيش والبحرية والمارينز الأمريكيين، لكن المنافسة الآن مفتوحة أمام أي شخص، وفيها يتنافس المتسابقون في فرق مكونة من ستة أفراد بالإضافة إلى فريق واحد على السرير. ويجب على كل فريق توفير سرير خاص به يمتد على أربع عجلات ويكون قادراً على الطفو. يبدأ هذا السباق لمسافة 3 كيلومترات، تواجه الفرق صعوداً متدرجاً قبل العودة إلى أسفل التل ونحو التحدي النهائي من خلال عبور النهر. وفي عام 2003 ظهر نوع آخر من الرياضات الغريبة يعرف باسم ملاكمة الشطرنج، وهي رياضة هجينة تجمع بين الشطرنج والملاكمة، اخترعها الفنان الفرنسي صانع الأفلام إنكي بلال في عام 1992، لكن تم تنظيم أول حدث حقيقي لملاكمة الشطرنج من قبل الفنان الهولندي إيبي روبينغ في عام 2003، وفيها يتم التناوب بين مباريات الملاكمة والشطرنج بعد كل جولة، وتنتهي بالحصول على شارة أو ضربة قاضية لتحديد الفائز بالمباراة التي تبدأ بين شخصين وبحد أقصى 11 جولة، بداية من جولة الشطرنج وتبلغ مدتها 4 دقائق وتليها 2 دقيقة من الملاكمة. وفي الرياضات الغريبة كان للنساء نصيب خاص، حيث تعتبر منافسة الجري بالكعب العالي فرصة للتعرف على من هي الأنثى الأسرع. وظهرت هذه الرياضة في العاصمة الأمريكية واشنطن منذ حوالي 30 عاما، ومن ثم انتشرت في جميع أنحاء العالم، وتوجد قواعد صارمة لطول كعب الحذاء وعرضه. ويتلخص سر الفوز بأن تسير المتسابقة بسرعة ولا تتعثر في خطواتها السريعة على الرغم من ارتفاع كعب الحذاء. ومن تركيا تنتشر رياضة تعرف باسم مصارعة الإبل، وتجرى في ميدان شاسع بمدينة سلجوق غرب تركيا، ويشارك فيها 124 جملا من أجل التنافس في جولات سريعة لمصارعة الإبل. وفي هذه المنافسة يحاول كل جمل أن يعض قوائم الآخر لجعله يضطرب ويسقط أرضاً، وتستمر كل جولة بضع دقائق وتنتهي بسقوط أحد الجملين أو هروبه. وتخلو هذه الجولات من المراهنات، لكنها تشهد إقبالاً كبيراً لكونها تقليداً قديماً متجذراً في عادات المنطقة.